هو التدريب جه يعني الحقيقة في بعد إصابة قوية جدا كانت في ركبتي الشمال وأنا طالب في كلية الشرطة يعني، ومباراة ودية وبالتحديد كانت في دمنهور. واللي أكتر بقى إن سبحان الله يمكن قليل جدا لما بتحصل، ويمكن حصلت لي أنا بالذات من زميلي مش من اللاعب المنافس، يعني بدل ما شوت الكورة شاط ركبتي الشمال وجالي إغماء ويعني فقدت الوعي لمدة ساعتين. وكان مدربنا بقى أستاذي الكبير الأستاذ عبد الصالح الوحش، كان هو مدرب كلية الشرطة ومدرس تربية بدنية في كلية الشرطة يعني. بعد ما سبت كلية الشرطة بقى وما كملتش يعني، أنا قعدت سنتين بس ورحت كلية التربية الرياضية، حسيت إن أنا ركبتي مش هقدر أكمل يعني، فسبحان الله اتجهت للتحكيم، امتحنت يعني كحكم ويعني الحمد لله نجحت بتفوق. وبعدين كنت برضو أصغر حكم في الوقت ده في تاريخ مصر يعني، ووقفت مباراة كانت مباراة طبعا يعني مباراة كانت افتتاح استاد القاهرة نادي ريال مدريد بنجوم الكبار طبعا بوشكاش ودي ستيفان والمجموعة الكبيرة ديت ونادي الزمالك. المباراة دي كان في ساعة واحدة مباراة للناشئين، واتحاد الكرة اختار ان انا اكون حكم لهذه المباراة يعني، وليها ذكريات برضو مش هطول فيها بقى انا يعني، دي ذكرياتي اما ابتديت بقى طبعا يعني كمدرب لناشئي النادي الاهلي في الاول. ان الاستاذ عبد الصالح الوحش اكتشف وقالها، والكلمة دي انا يعني لن انساها مدى الحياة، ودايما حتى بيقولها عني الدكتور طاهر اسماعيل يعني، ان يعني شاف لما شافني بدرب زمايلي، انا بدربهم عشان في الوقت ده ما كانش حد بيروح يتدرب في النادي بتاعه يعني. شحت الاسماعيلي الله يرحمه مثلا طالب فبيتمرن طول الاسبوع معانا في كليه التربيه الرياضيه ويروح يعني يلعب الماتش على طول. سمير قطب في نادي الزمالك كان برضو نفس الحكايه، عوض الحارتي حمدي الحارتي كل اللاعبين اللي في انديه كان، لان احنا كنا داخليه في كليه التربيه الرياضيه. فالاستاذ عبد الصالح شافني بدرب زمايلي، انا الحقيقه بدربهم كاحماء وتسخين في الاول، وبعد كده بنعمل فريقين عشان اقف حكم. فكنت يعني شحته كان معروف ان هو مهاراته عاليه جدا في الكوره، فكان بيحتفظ بالكوره على اساس ان ده تدريب يعني. فكنت اسفر واقول له بقى طه اسماعيل فاضي، بدو عبد الفتاح فاضي، وخليه يكررها ويعملها. فالاستاذ عبد الصالح قال كلمه وانا يعني محتفظ بيها للان ولن انساه، ان انا عندي موهبه ونبوغ مبكر في التدريب. وعلى هذا الاساس اختارني كمدرب للنادي الاهلي لفريق من فرق الناشئين في النادي الاهلي. وطبعا انا هقول بعض اسماء على سبيل المثال يعني للحصر يعني. الكابتن عصام عبد المنعم كان حارس مرمى طبعا يعني في فريق الناشئين في النادي الاهلي، ثم الفريق الاول لعب وهو عنده 15 سنه ونص يعني ما كملش 16 سنه، مباراه دوري بين النادي الاهلي ونادي اتحاد السويس، وكان عمالقه حراس المرمى في الوقت ده في النادي الاهلي كباتن عادل هيكل والروبي وكابتن مروان كنفاني، وفي بقى شوقي عبد الشافي عادل طعيمه يعني، وبعد كده في يعني مريت بمراحل كتيره، هاني مصطفى، انور سلامه، ابراهيم عبد الصمد، اظن دلوقتي نجوم كلهم كبار ما شاء الله، انا بقول على سبيل المثال لا الحصر. ويمكن في ناس كتير جدا ما يعرفوش الكلام ده وهم داخل النادي الاهلي حاليا. فالحمد لله علاقتي يعني بالناشئين وكملت بقى بان في وزاره التربيه والتعليم كان الاستاذ جلال قريطم هو مسؤول عن كره القدم يعني، ففي دوره مدرسيه تقام في الكويت سنه 63، وبرده كان سن صغير طبعا وقتها، اختارني مدرب لهذا المنتخب والحمد لله فزنا بهذه البطوله ويعني اعدنا فريق. ولو قلت اسماء برده على سبيل المثال يعني من النادي الاهلي كان في عصام عبد المنعم وشوقي عبد الشافي والله يرحمه علو مطر ومحمد زازه برضه الله يرحمه كان لاعب ممتاز جدا جدا،
ومن نادي أولمبي اسكندرية أربعة لعبوا درجة أولى وفازوا ببطولة الدوري اللي هي المرة الوحيدة اللي نادي الأولمبي فاز بيها. البوري الله يرحمه، مصطفى شتا، عز الدين يعقوب، البحر جسور، أنا فاكر الأسماء الحمد لله يعني. من السويس كان في حمد الله لاعب في نادي اتحاد السويس، لاعب ممتاز جدا. من نادي الزمالك كان في أحمد رفعت، فاروق السيد، عبد الكريم الجوهري، أنا بقول أسماء يعني كلهم يعني لعبوا منتخب مصر يعني. طبعا كان فريق أشبال، وكانت أول مباراة هنلعب نادي الزمالك الدور الثاني، جت بظروفها كده يعني، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وفزنا، وكان فريق الزمالك فريق قوي جدا في الوقت ده برضو يعني، وفزنا. وبعدين طبعا الحاجة اللي ما انساهاش ان الأستاذ عبد الصالح الوحش في نفس الشهر يعني بعد شهر تقريبا اختارني كمساعد معاه، لأن وقتها ما كانش فيه بقى مدير فني ومدرب عام ومدرب مساعد ومدرب، كنت أنا يعني مساعد للأستاذ محمد ومسؤول عن تدريب حراس المرمى، لأن في الوقت ده ما كانش فيه مدرب متخصص لتدريب حراس المرمى. وطبعا حراس المرمى في الوقت ده نجوم بقى طبعا، غير الناشئين الكبار اللي أنا قلت عليهم، كابتن عادل هيكل، كابتن الروبي، كابتن مران كنفاني. طبعا دلوقتي إيجاد ملاعب كثيرة جدا اللي هي مدينة نصر، طبعا ملاعب اللي موجودة في مدينة نصر للتدريب وللمباريات أيضا. طبعا إحنا كان في ملعب بس يعني اللي هو الاستاد اللي هو الفريق الأول يعني اللي بيلعب فيه الفريق اللي هو استاد التتش حاليا يعني، وكان ملعب فرعي وراه كان بيلعبوا فيه الهوكي، هوكي وفي نفس الوقت بنستخدمه في تدريب فرق الناشئين. ثم تدريبنا في مركز شباب الجزيرة في بعض الأحيان، كان في الوقت ده طبعا الشارع بنمشي من النادي الأهلي لمركز شباب الجزيرة يمكن العربيات كانت عربية واحدة أو اتنين بس اللي ماشية في الشارع. دلوقتي الواحد ما بيعرفش يمشي على رجله من العربيات سواء على الرصيف أو في الشوارع يعني. فالحمد لله النادي الأهلي عنده إمكانيات رائعة جدا بالنسبة للملاعب، بالنسبة لعدد المدربين، أكاديمية كرة القدم طبعا للبراعم، الكلام ده كله ما كانش موجود طبعا في الأيام اللي أنا جيت فيها النادي الأهلي. زي ما قلت كان في فريقين بس تحت السن يعني، والفريق الأبيض كانوا بيسموه الأبيض اللي هو فوق 20 سنة، أو نقول يحسن الفريق الثاني يعني، ده كان في كل الأندية طبعا يعني. وبرضو اللعيبة دي كلها وصلت للفريق الأول والمنتخب مصر في مباريات، ويمكن في صورة برضو إن شاء الله يعني هتعرضها أنت يعني، كانت مباراة نهائية مرحلة تحت 16 سنة، برضو كانت المباراة النهائية على ملعب نادي الترسانة، وكان من أبرز النجوم الفريق شريف مدكور. شريف مدكور ده يعني طبعا لعب درجة أولى ولعب مع الفريق الكبير سواء مع كابتن يعني طه اسماعيل والجيل بتاع اللي لعبوا المباراة النهائية مع نادي الإسماعيلي اللي هي قبل 67 يعني. وشريف مدكور يعني ده ويوميها فزنا على نادي الزمالك 2-0 يعني هدفين للا شيء. وأيضا في مباراتين برضو يعني بعد كده برضو سواء في على ملعب النادي الأهلي أو ملعب الزمالك في 100 عقبة يعني اللي هو الحالي، كسبنا برضو 1-0 وفي 2-1. أنا بقول